أيمن بهجت قمر، إزيك يا أيمن؟ سكادة. بتحب تعرف نفسك إزاي أكتر؟ شاعر الغنائي ولا كاتب السينما والدراما؟ لو قلت الشاعر بس ممكن أحس إن إيه أنا كاتب، لكن لو قلت الكاتب بتكفيني كشاعر كمان، يعني بتكملني عادي الاتنين مع بعض بالنسبة لي. شايف إنك حققت في مجال السينما والدراما نفس النجاح اللي حققته في الأغاني؟ ساعات بوفق وساعات ما بوفقش، بس اللي الفرق إن أنت الأغاني ممكن تعمل أغاني ما تنجحش ما تبانش، لكن الأفلام ممكن تبان. لو انت مثلا عملت فيلم مش جيد او ما ينجحش بيبان اكتر من انت ممكن تعمل اغنيه وسط اغاني جيده مثلا ما تبانش في النص. ليك كذا فيلم مقتبس من افلام اجنبيه. انا ليا فيلم واحد بس هو المأخوذ عن فيلم اجنبي، اللي هو فيلم البدله، وانا كتبت على التترات ان هو مأخوذ عن فيلم اجنبي. لكن بالنسبه مثلا لاسف على الازعاج، ان كان في ناس مثلا بيقولوا ان هو متاخد من بيوتفل مايند، انا في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي حتى هذه اللحظه انا ما شفتش فيلم بيوتفل مايند ده عمري، وخدت قرار اساسا ان انا عمري ما اشوفه عشان افضل احلف لاخر يوم في عمري ان انا ما شفتش بيوتفل مايند. في وجهه نظر بتقول ان اعمالك كلها لايت وخفيفه، وانك غير قادر على كتابه عمل جد او زي ما بيقولوا عميق. لو انا الافلام اللي انا بقولها اكس لارج واسف على الازعاج والافلام من 30 سنه مثلا، دي افلام ما فيهاش عمق او تافهه، تمام. لو سمير ابو النيل ما فيهوش عمق وتافه برغم انه فيلم كوميدي، لو عندليب الدقي ما فيهوش، الحمد لله. بص انا ما فيش فيلم عملته ما فيهوش سينما، فيلم ما فيهوش مضمون، ما فيش معنى من وراه، ممكن بقى اوفق فيه او لا اوفق، لكن هو بيبقى فيه فيلم سينمائي، مش نحتاية، مش سكتشات، مش مفيش مشهد هتلاقيه في الفيلم ملوش لازمة مثلا درامية، او ده الحمد لله مش موجود. ممكن بقى نتكلم في ان الفيلم حلو او مش حلو. في وجهة نظر بتقول ان عمرو دياب تراجع فنيا في اخر 10 سنين، وهنا بنأكد انه فنيا وليس تجاريا، لانه تجاريا ما شاء الله ما زال رقم واحد. ما دام هو بيحسبها حسبة تجارية وهو لسه رقم واحد يبقى هو اللي بيعمله صح. ما دام هو ما بيتراجعش يبقى هو بيفكر بشكل بيناسب فكره لنفسه. ما دام هو ما تراجعش، الوقت الحالي هو من وجهه نظره شايف ان في نوع معين من الاغاني عايز الناس تسمعه عشان هو ده السائد، عشان ينافس اللي موجود، عشان ينافس الحاجات اللي بتحصل، ما بيقللش من مستواه ولكن بيعمل لون خفيف يقدر ينافس بيه فيفضل موجود اليومين دول في ظل هوجه الاغاني الايقاعيه وهوجه الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها. ساعات يعني ساعات الناس بتلومني مثلا ان انت ليه بتعمل له اغاني مقسوم كتير، او ليه بتعمل، يا جماعه مش انا لو عليا انا بقدم لعمرو ساعات اغاني دراما وبقدم له اشكال مختلفه، بس هو البروديوسر هو اللي عارف هو عايز ايه، فهو مش عايز ده دلوقتي وعايز ده دلوقتي. رايك في الخلاف اللي بين عمرو مصطفى وعمرو دياب؟ والله انا بقول ان يعني هو خلاف، مش خلاف، مفيش خلاف اساسا، مفيش موضوع فعلا. يعني انت لو هتسالني ان ايه الموضوع هلاقي ان هو الموضوع كان حاجات بسيطه جدا، وفي الاخر عمرو ادرك ان هو عمل جوبه وعمل خطوه كويسه جدا من عمرو مصطفى، ان هو في عيد ميلاده قال له كل سنه طيب وعفى الله عما سلف وقال كلمتين كويسين جدا، وهو ده العشم في العشره اللي ما بينهم يعني، وربنا يصلح الامور يعني. مين المخرج اللي نفسك تشتغل معاه؟ محمد ياسين. مين النجم اللي نفسك تشتغل معاه دراما او سينما؟ كان عادل امام طبعا، والحمد لله اشتغلت معاه بالنسبه لي يعني، بس طبعا احب ان انا اشتغل مع كريم عبد العزيز واحمد عز، اشتغلت مع السقا، عملت فيلمين واشتغلت مع كل النجوم بقى. مين النجمه؟ ما اشتغلتش مع هند صبري واحب اشتغل معاها، واحب اشتغل مع نيلي كريم، يعني مش دول تقريبا الوحيدتين اللي ما اشتغلتش معاهم. هقول لك 5 اسماء وتعقب عليهم بجمله واحده. شيرين عبد الوهاب. شيرين اختي. امير طعيمه. حبيبي واخويا. توما ملك المقسوم. مدحت صالح. رحله كبيره جدا وعملت معاه اعمال بعتز بيها، وبعت اعتبر ان مدحت صالح ده صوت مصر. نادر ابو الليل. لا تعليق. ايمن بهجت قمر، بشكرك جدا. انا بشكرك جدا يا ادم.